تلقى مثلا انه ما يولت نكتن القضايا نتاعي، تلقى مثال انه عصام دردوري لا ولا بالرسمي، تلقى مثلا انه عصام دردوري يبحث في مثلا مؤخرا شخص يعني يعلمني بانه عدت 8 ايام تقريبا موقوف، وشنو الواحد وكل شيء موجود عندنا موثق انه تم يعني محاوله ارغامه واكراهه على انه يدلي بشهاده على اساس اني انا عندي متعامل مع المخابرات الاجنبيه وبالاساس الاسرائيليه وغيره وغير غيره. والسيد هذايا معناها بمجرد انه غادر بعد ما قام بالبحث علمني، فهمتني، قال لي راه هناك ملف يتخدم لك من من من, من الزاويه هذه، فهمتني فاش به. هذه حاجه اخرى سي محمد. تلقى مثلا انه شنو باش نقول لك مثال انه عصام دردوري كان احكي لك هذه زاد من شيخ ضحك، تلقاني انا مثلا يتم استدعائي من اجل البحث في جريمه في علاقه بقضيه مواقعه مثال انه عصام دردوري واقعة متضرره انثى، شنو رايك نقول لك وقت اللي مشيت للسيد القاضي باش نمثل مكافحه، باش نمثل اول حاجه شنو باش تعمل انت؟ باش تطلب مكافحه زعيمه المضره. صحيح. اعلمته بانه الملف لا يتضمن متضرره، معناه ما فماش متضرر، فماش شاكيه في القضيه، يعني هنا شكون وقعت؟ يعني يبقى سؤال ديما السؤال مطروح ومفتوح. كلام خطير اللي تقول فيه.